بالعودة إلى مدينة درنا ينضم معي مرة أخرى على الهواء مباشرة صلاح بوجيدة مراسلنا هناك. بداية أهلا بك، هل لك أن تحدثنا عن استئناف الدراسة بالكلية التقنية الطبية هناك في مدينة درنا؟ تحية لك ولكافة مشاهدين قناة ليبيا الحدث. اليوم تم استئناف الدراسة بكلية التقنية الطبية بمدينة درنا بعد أخذ الإذن من وزارة التعليم العالي بمباشرة استئناف الدراسة بالكليات والمعاهد والجامعات العليا، طبعا بإجراءات احترازية التي أطلقتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أو اللجنة الفرعية الاستشارية درنا، حيث اليوم عادوا طلبة وطالبات الكلية التقنية الطبية درنا إلى الدراسة من جديد بعد توقف بسبب جائحة كورونا. كافة الطلبة عادوا إلى كافة مدرجات بالكلية. أيضا الأساتذة والأطباء بهذه الكلية اليوم باشروا أعمالهم وإلقاء المحاضرات على كافة الطلبة الذين اليوم عادوا إلى الدراسة من جديد داخل كلية التقنية الطبية ببديل درنا. نعم أخي منذر. طيب هل لك أن تطلعنا عن الأوضاع الخدمية الأمنية؟ كيف هي الأجواء هناك في درنا صلاح؟ طبعا الأوضاع الأمنية داخل مدينة درنا جيدة جدا بعد وضع خطة أمنية محكمة من قبل الغرفة الأمنية العليا بمدينة درنا ومديرية أمن درنا، وكافة الأجهزة الأمنية تعمل طيلة 24 ساعة لبسط الأمن وفرض الأمن داخل هذه المدينة. مديرية أمن درنا تتمركز داخل المدينة أو على مداخل ومخارج المدينة. الأوضاع الخدمية لازالت شركة الخدمات العامة تعمل طيلة هذه الأيام رغم تأخر مرتباتهم وعدم نزول مرتباتهم بحساباتهم، ولكن رجال جهاز حماية الخدمات العامة بمدينة درنا يعملون ليلا ونهارا من أجل نظافة هذه المدينة. أيضا على الجانب الخدمي تقوم لجنة الاستقرار بمدينة درنا بالعديد من المشاريع، ولكن هذه المشاريع التي لازالت قيد الإنشاء وقيد التنفيذ، ولكن حتى بصورة بطيئة، ولكن الشارع الدرناوي يتحدث عن البطء في تنفيذ هذه المشاريع. ومن الجانب الخدمات لدى المواطنين، المصارف في الأيام القليلة الماضية قامت بتوزيع سيولة نقدية على كافة زبائنهم في المصارف بمدينة درنا. الجانب أما عن جائحة كورونا، لازالت اللجنة الاستشارية الطبية درنا تطالب وترشد كافة المواطنين داخل هذه المدينة بالتباعد الاجتماعي وأخذ كافة الإجراءات والإجراءات الاحترازية من هذا الوباء في هذه المدينة. نعم. الأمور جيدة داخل مدينة درنا، الوضع الأمني أيضا الوضع الأمني جيد جدا داخل هذه المدينة. نعم صلاح بوجيدار مراسلنا كنت معي على الهواء مباشرة من درنا، شكرا جزيلا لك ولفريق العمل المصاحب لك.